أما هلأ رح ننتقل لمحطة تانية من محطاتنا وضيفة مميزة، وأيضا خليني أقول قطع مميزة كتير، ولح روح لعندك فرح وخلينا نتعرف على فقرتنا. أكيد سلمى فقرتنا كتير حلوة بقطعة كتير مميزة وبرواح، يمكن عم نشوفها بالاستديو كلياتنا. عم نحكي أكيد عن هي الحرفة المميزة، هي حرفة الشمع وصناعة الشمع بمشروع شغف يلي هو فعلا شغف بكل معنى الكلمة، مع دانا روماني اللي رح تخبرنا أكيد كل جديد وشو محضرت لنا لليوم. صباح الخير دانا، صباحك، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. شو هالجمال اول شيء؟ الالوان، الروايح، كله شيء حلو كثير. هذا من ذوقك. دانا اذا بدنا نبلش، انه نحن جايين هلا على شتويه، وكل فصل بيطلب يمكن مزاج معين، روايح معينه، وذوق معين بيختلف من شخص لثاني. اليوم فصل الشتي شو محضرتي لنا؟ يلي مدخلته جديد هو موضوع الزجاجيات بكثير انواع مختلفه منها، بدايه من الفلكلور السوري اللي نفخ بالزجاج، يلي عم يتقدم بقطعه بتفكري انه هي القطعه اجنبيه ومن برا مستورده، هي بتكون هاند ميد 100% بايدين سوريه عن طريق اشخاص عم بتعامل معهم بورشات تشتغل زجاج، وانا عم بسكب فيها شمع لتقدم بطريقه لطيفه. بس ممكن انت تختاري يمكن شكل الزجاج مثل ما نعم 100% يعني مدور، ممكن هلا هذا محجر مثلا، هذا اللي فيه هي الاشياء هيك الزخرفات الصغيره عم يكون، والالوان الزجاج كمان بتكون اختياري. اجمالا الالوان الزجاجيه لما بتكون الهاند ميد هي لونين حصرا، هي اما بهذا الشكل الاصفر او ازرق، أزرق. واللونين كثير حلوين يعني صيف شتي حتى حلوين. تماما تماما اكيد فرح. كمان عم نشوف معكم، خلينا نشوف هدول الاطرميزات، الفوانيس هدول الاطرميزات، هدول جداد كانه، هدول جداد، نحكي عنهم شوي. تمام. هلا هي كمان ورشه عم تشتغل هذا الشغل، هو بيعبر عن الشام القديم بتفاصيل كثير لطيفه. بتاخذ الكاميرا الريحه سلمى الريحه كثير حلوه واصله لعندي لهون، اذا بتاخذ الكاميرا لحتى نشوف كيف حارات الشام القديمه مرسومه. الانزيل هون عليه الجامع، عليه البيوت القديمه كمان مرسوم بكثير طريقه لطيفه، وعم حط فيه الشمع هذا الصغير بحيث بس لحتى نشغل الشمعه فبيطلع مثل حيدو. الفانوس تقريبا. تماما، هو تماما مثل الانزيل، ففيه شمعه صغيره. هلا دعنا يعني مثل ما قلنا روايح كثير طيبه، بس دائما السؤال انه لانت ممكن تبقى هي الريحه، هي يمكن فتره انيه، ممكن مع الوقت اذا اكتفينا نحن انه تكون هي للزينه ممكن تختفي هي الريحه. تمام. هلا فهذا سؤالك مهم، لهيك عملنا هذا الشيء اللي هو عم يكون له غطاء. لما بيكون في الشمعه لها غطاء فهي حتحفظ العطر 100%، هي ما حتتعرض لهواء لحتى ما تتبخر هذا هي الريحه اللي فيها. يعني هيك شمعه ممكن تروح الريحه؟ هلا حتروح بس الطبقه الخارجيه، مجرد ما شعلناها ورجعت تعرضت لحراره حيرجع يعطي العطر، لانه العطر هو مصبوب حراريا، فبهي الطريقه هو لما تعرض لحراره حيرجع يفوح من اول وجديد. ممكن مثل ما قلنا يمكن نتدخل نحن بشكل الشمع وحتى الالوان، وممكن نضيف نحن صور حتى او رسمات معينه نحن بنحبها. هذا الشيء تبع الطباعه الحراريه من اول ما اشتغلنا هو موجود بشغف، وهذا بيميزه يعني. وفي طلب كثير عليه دعنا هذا الشيء. لكن وفي يعني نقشات مختلفه، لك هلا مثلا هي نقشه شتويه، بما انه هلا حكينا على الشتاء، هي تبع كنز الصوف بنعرفها. فقديش قديش لطيفه انه عن جد بتعبر على كل الفصول كل المواسم بتلبق. شو رايك سلمى قديش عن جد بتوحي بالشتويه هي؟ اكيد، ويمكن بتذكرنا فورا بعيد ميلاد وراس سنه، لانه بيتزين فيها والشمع بيكون اساسي بالبيوت خصوصي بالمناسبات والاعياد. اكيد. وهلا عم نشوف كمان رسمات، يعني اي واحد فيه بده اي رسمه اي شكل معين ممكن ينحط وينعمل فورا. تماما. الشيء الحلو كمان سلمى مثل ما عم نشوفهم كمان الحروف. ايه في حروف كمان، الحروف اللي عملت لنا اياهم دانا هي ممكن تنحط بغرف الاطفال تعطيها كمان هيك. هلا الحروف عم نقدمها، الحروف باكثر من طريقه، ممكن تتقدم بشكل على قاعده خشب عم نحط اسم كامل مثلا، ممكن كمان بنفس الوقت يكون بس حرف اسم بدنا نشعله على الكيك مثلا، هيك له فتيل مثلا مثل كمان حلو، فينا نشعله على الكيك، فينا نحط له عصاير وبعدين بيرجع بيستخدمه مره ثانيه ما بيأثر. ايه تمام، هو بيشعل يعني حتى كمان. فينا نشعله طبعا، نختار الالوان مختلفه يعني كل حدا شو بيحب اي لون فبيتطبق، وممكن كمان ضمن باقه عم نعملها عم يكون كمان فيها اسم كامل على عيدان خشب. حلو كمان، عم تعطي كثير هيك فخامه. ندور لك على حرفك سلمى. ما في احرف. لا لا ما يطلع موجوده. طيب في ليك هي اس في اس؟ شوفي سلمى خلص هي الك. خلص هي الي رح احتفظ. لونه كثير حلو ورايق. تمام.
قدي بتشوف اليوم دانا الوضع الاقتصادي يعني بفيد انه نحن نعمل هيك مشروع؟ اول شيء مثل ما قلنا لمسة انثوية كتير حلوة، كتير مميزة، فيها من ذوقك، فيها المزاج اللي انت فيه هلا، الروايح يلي بتحبيها. صحيح. فاليوم قدي بتشوف انه هذا الشيء هو داعم كتير كبير لإلك وممكن يكون مصدر دخل؟ هلا هو بالوضع الاقتصادي الراهن لا كثير بمواد بالمواد الاوليه بالموضوع التامين الاشياء اللي بيتطلبها المشروع، بس بنفس الوقت بلاقي هالايام الحرفه عم تخدم الموضوع المادي اكثر ما يخدمها كوظيفه. فالحرفه هلا اللي عنده حرفه بايده قدران يشتغل كثير مهم انه يفعلها ويطورها ويشتغل عليها بهي الايام. هذا اللي اسالك عليه دانا، الشمع سلمى نحن بنعرف انه من زمان هو شيء كثير حلو موجود بالبيوت، ستات البيوت اوقات بيتفننوا بتوزيع الشمع بالوانه واشكاله، هذا الشيء لحتى يستمر دانا، لحتى يكون في طلب اكثر، لحتى تكون دانا هي المميزه، بيتطلب انك انت تكوني بتفرقي او بتتميزي عن باقي الصبايا او حتى الناس اللي بتشتغل بهي الحرفه، شو اللي بيميزك دانا؟ شو اللي بيميز شغلك اليوم؟ هلا اليوم بما انه نحن صار لنا السنه الرابعه عم نشتغل، يعني صار في عندنا خبره واسعه ونحن بحاجة لتجديد مستمر لحتى نضل مطلوب هذا الشغل، يكون إذا ما كان متميز ما بيكون مطلوب بالسوق، فبحاجة للسوق ليتصرف لحتى نضل عم نطلع شيء جديد. يعني احنا حتى وقت عم نكون معكم بالمقابلات عم يكون دائما في عنا شيء مو واحد، شيء اكثر من قطعة عم تكون عم نضيفها، اذا ما ضفنا هذا الشيء وميز المشروع عن غيره فنحن ما حنقدر يعني نصرف هي المنتجات بقلب السوق. اكيد. ويمكن المعارض اللي عم تشاركي فيها البازارات هي أكيد. كمان بوابة جيدة لعرض هي المنتجات اضافة لصفحتك اللي عم تستخدميها بشكل ايجابي للتصوير وللطلبات، عم تكون هي ايضا منصه انه انا اللي بده اي شيء عنده افكار. خلينا نحكي اليوم قد ايه مهم الاستمراريه، يعني 4 سنين ولسه مستمره، بتوصلي هيك بالافكار بتقولي يا ترى لا انا خلص ما عد عندي، ولا لا دائما عندك اطلاع على تجارب اخرى لحتى يكون في استمراريه لهالمشروع بافكار جديده دائما؟ هلا الحلو بالموضوع هذا بما انه نحن مفتوحين على الفيسبوك مثلا او على الانستغرام بشغف كاندلز، الاشخاص بتضيف لك اوقات افكار، اوقات كثير بيعملوا لي منشن انه في هدول الشمع تذكرت توصيه معين يعطيكي فكره، يعني الشغلتين مع بعض. اول شيء لما بيجي طلب خاص انه انا بدي هي الشكل بهذا التصميم بهذا القياسات بهي كذا كذا، فهي بتعطي شيء جديد. الشيء الثاني هو موضوع انه بيكونوا شايفين فيديو مثلا حابين الفكره انه اذا فيك تعمليها نحن تذكرناكي وقت شفنا الفيديو هذا، فكمان الاشخاص اللي عم تدعم شغف عم تساعدني بهذا الموضوع انه نحن نبني افكار جديده. هلا يمكن ما بتتنفس بنفس الاسلوب اللي شافوه، بس ممكن نحن يعني مثل ندمج فكره مع فكره الموجوده جاهزه نطلع شيء جديد، وهي هذا الشيء كمان بيميز المشروع انه ما عم تعملي قوالب جاهزه انه خلص هي هي، يعني حتى القوالب المتوفره هي كثير موجوده بكثير اماكن، اذا بس اعتمدت عليهم فانا عم كرر المنتج، حدا عامله وانا عم بعمله وكرره. اما اللي بيميز هون انه لا نحن عم نضيف عليه لمسات خاصه فينا وعم نشتغل عليه. خلينا نحكي دانا شوي عن هاي القطعة يلي كتير كتير ناعمة، هاي جديدة ألوانها حلوة يا دانا وشكلها ملفت، خبرينا عنها. الصبارة اللي كتير هلأ العالم حاببتها هي كتير حلوة. تمام. الحلو فيها موضوع القصيص هذا ماله موجود بضمن القالب، انا مركبته بهي الطريقه، فهي العالم كثير بتحب الاشياء التفنكات لنقول وخصوصي فئه الشباب يعني بتحب هاي الاشياء، فكتير مطلوبه فكره الصباره، فليه ما تكون شمعة؟ يعني أنا دايماً بشوف الأشخاص شو بتحبوا بحاول أعمل لهم إياها شمعة بهي الطريقة. كمان في عنا هي الأطرميزات الصغيرة كمان هي جديدة. شو بتفرق عن الثانية دانا؟ هلأ بس موضوع الأشكال الحجم كمان الحجم والأشكال يعني هي الفكرة، وبتساوى اللون اللي بده إياه الشخص، وحتى ممكن ينطبع عليها أي عبارة مثلاً حدا حابب يعني يكتبها كمان بينطبع عليها، هدول كمان من الأفكار الجديدة اللي عاملينها كتير حلوين. وهلأ إذا بنحكي عن مثل ما قالت سلمى قبل شوي إنه غرف الأطفال اللي نحن بدنا نزينها سواء بالحروف، ممكن نحط عليها اسم كامل، ممكن نطبع عليها الأشكال والألوان، الطلب الأكثر على شو عم بيكون دانا؟ هلا بيحبوا الأشخاص كتير الطباعة الحرارية وخصوصي الصور الشخصية،
هي اكثر شيء مطلوب. صحيح. يعني نحن هلا هون حاطين نقشات عامه بالطباعة. اوكي على عيني. بس خبروني قبل بوقت انه انت حتكوني معي. ان شاء الله. هلا الفكره بالطباعه انه اشخاص بتحب تحط صور او بتحب تحط عبارات بتربطها بشخص عم تقدم له هي الهديه. هدول اكثر شيء مطلوبين يعني. بس بتضل النقشات العامه لما بشارك ببازارات خصوصي او مثلا لما بتنزل على محلات بضاعتي فبتكون بدها تكون تناسب كل الاذواق. صحيح. لما بكون في عنا مناسبه معينه يعني كمان بيفرض ستايل معين نطلع فيه مثل وقت حكيتي وقت الميلاد ففعلا بالميلاد لازم البابا نويل ولازم يكون في عنا الشجرة ولازم يكون عنا الجرس والتلج وهي الأشياء اللي بتميز الكريسماس فكل مناسبة بنحاول يعني مثل نتماشى معه لحتى يعني نرضي كل مناسبة وكل شخص نقدر نفوت على بيته ونترك ذكرى صغيرة من شغف عنده. لوين بتشوفي حالك رح توصلي دانا بهذا المشروع؟ والله أملي إنه يكون عندي ورشة يعني تكون في ستاف معي عم يشتغل عم يبدع أكثر ولسه ويعطيني أفكار أكثر يضيف لسه لمسات أكثر لشغف. بتمنى كثير هذا الحلم حققه لو يمكن بده وقت طويل حتى حققه بس بشوف حالي انه لسه حيكون شغف حيكون براند معروف بسوريا وحتى برا يعني لما حتى السوفينيرات الصغيره عم تصل لبرا هذا الشيء فخر كثير عم يوصل شغلك لبرا كثير اكيد على اوروبا صار وصلان على حتى على الدول العربيه والمثابره اكيد أكيد الانسان بيوصل أكيد لاي شيء كمان شفنا بالفتره الاخيره في كثير اشخاص عم بيحاولوا اعاده تدوير مع صح. استخدام طبعا موهبتهم فمثلا واحد عنده مج مكسور بالبيت فممكن يجيب لك اياه تعملي له عليه تصميم يقدر يستفيد منه كقاعده لشمع في ناس عم تصمم تصاميم يعني تعمل بيت صغير من الشمع معمول ضمن قطعه معينه قد ايه فكرتي تدخلي على هذا الشيء اعاده تدوير مع دمجه مع الشمع هلا اعاده التدوير موجوده من وقت ما بلشنا يعني حتى بنعمل حسومات للاشخاص يلي بتجيب لنا هي الشمع الخام فانا بحسم حق الشمع وبعطيه بس انه باخذ بس اجره ممكن شمعة قديمه ترجع تعيدي تصنيعها هذا الشيء موجود من اول ما بلشنا لحتى نعيد ثقافه اعاده التدوير لانه الماده الاوليه اليوم كمان غاليه فاذا انت جايبه مواد اوليه عندك اياها بس هي ممكن بشكل دايب او ما له ظابط او مستعملتيها او هي خلص فقدت الشكل اللي هي فيه فهو بيختار الشكل اللي هو حابب يكون حلو ممكن نضيف مثلا نحن شوي من عندنا شمع او نضيف لمسات معينه بتطلع بلوك جديد تماما هي شيء كمان بيميز كمان شغف كاندلز في كثير اشياء ما بتقدر مثلا لما يكون محل عنده هذا الشغل ما بيعمل لك اعاده تدوير لما نحن عم نشتغل ببيوتنا او بورشات صغيره عم تكون بمشاريع صغيره عم نشتغل هذا الشغل فهو كثير عم يعطي لمسه مختلفه عن انك تشتري القطعه جاهزه مثل وقت تشتريها من السوق اكيد يعني دانا كثير انبسطنا فيكي انبسطنا بهي الناحيه الجماليه اللي نحن عن جد بحاجه إلى بحياتنا سواء من ناحيه العمل الريحه الطيبه الشكل الحلو كمان الديكور الناعم اللطيف اللي بيزيد بجماليه البيت عنا صحيح. بدي اتشكرك واتمنى لك كل التوفيق يا رب. وعن جد بتستاهلي انه يكون هو مشروع وينتشر اكثر شكرا كثير لكم انتم داعمين من اول لحظه وكثير بفتخر بوجودي معكم دائما شكرا لك دانا شكرا لك دانا اكيد رح نضل ندعم مدام في أفكار وفي مشاريع وفي خطوات للأمام إن شاء الله.